السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المادة بتاعتنا عن الخلايا الشمسية. فأول حاجة، مين أنا بالضبط؟ مين المحاضر بتاعكو؟ أنا آلاء محمد خاخني، مثلا خريج بكالوريوس تكنولوجيا بصرية سنة 2017 2018 من القاهرة، تابع مادة الثقافة والعلوم. بعد كده حصلت على دبلومة في تفاعلات الليزر مع المواد سنة 2018 2019 تبع جامعة بني سويف، معهد ليزر جامعة بني سويف. ومن سنة كملت هناك إن أنا بقيت طالبة ماجستير في تخصص زي الليزر تحت عنوان The Development of Laser System to Reach Laser Light at UVC to Water Treatment Application. طيب، مين الناس اللي بتدرس عن الخلايا الشمسية حاليا أو اللي المفروض إن هما يبقوا عارفين عنها؟ فطلاب كلية الهندسة بأقسامها المختلفة، وطلاب العلوم، وطلاب التكنولوجيين. ده معناه إن سوق الخلايا الشمسية أو احتياجات الأماكن اللي بتشتغل في الخلايا الشمسية بتبقى متنوعة لطلاب من فئات مختلفة أو من كليات مختلفة. طيب، ليه أصلا المفروض إن احنا نتعلم عن الخلايا الشمسية؟ أو ليه الناس بتهتم بالخلايا الشمسية عامة ففيها سوق عمل كبير ليه؟ أولا، إن هي مصدر جديد للطاقة، زي كده لما احنا كان عندنا مشاكل اوريدي في الاول في الغاز وبعدين البترول وهكذا. تاني حاجة، مصدر للطاقة المتجددة، ان الشمس مفيش يوم هتقولك لا انا هاخد اجازة النهاردة، مفيش حاجة اسمها ان الشمس هتخلص، ما يعني زي البير مثلا بتاع البترول او ما الى ذلك. هي طاقة نظيفة للبيئة وللانسان، يعني ما بينتجش عنها عوادم، ما بينتجش عن حرقها مخلفات وخلافه، سهلة التوافر باغلب البلدان، وتكلفتها تعتبر قليلة إذا ما قارنت مع حجم الإنتاج على المدى البعيد. يعني حتى لو كان اللوح مثلا بتاع خلايا شمسية بيكلفك مثلا 30,000 جنيه، فأنت مثلا لو قعدت إن أنت تشوف هي هتنتج لك لوقت قد إيه، عمرها الافتراضي للإنتاج وهكذا، هتلاقي إن أنت مثلا بعد 5 سنين أو 4 سنين، لأ ده هي اوريدي وفرت عليك إن أنت تدفع في الكهرباء نفس المبلغ أو أكتر كمان، وهي لسه شغالة معاك يعني. طيب، ايه الحاجات اللي احنا هنتعلمها في الكورس ده؟ ومبدئيا كده، الكورس ده هو مش منهج دراسي لجامعة معينة او لطلاب معينين من الطلبة اللي احنا مثلا قلنا ان هم طلبة هندسة او علوم او تكنولوجي او ما الى ذلك. الكورس هيفيد التلاتة، وممكن يكون يتشارك في بعض النقاط مع بعض الكليات دي، ولكنه اكيد مش جايبها زي ما هم بيدرسوها بنفس الطريقة أو حتى نفس الديتيلز كلها أو أقل. فعشان كده هتلاقي إن في بوينتات تانية هو مثلا طلبة هندسة ما درستهاش، بس طلبة علوم درستها وخلافه. يعني أول حاجة هنعرف إيه هي الخلايا الشمسية، وهنتكلم في النقطة دي عن الخلايا الشمسية المفروض إن هي إيه، المادة المكونة ليها إيه، فكرتها، وهنشوف بعد كده فكرة العمل بتاعتها دي بقى، تاريخ الفكرة دي أصلا ايه، الفكرة دي جت منين، وايه التطورات اللي حصلت لها عشان توصل للخلايا الشمسية. وبعدين لما وصلنا للخلايا الشمسية، ايه التطورات اللي حصلت في الخلايا الشمسية لحد ما توصل لشكل البرودكت اللي احنا بنجيبه دلوقتي او اللي احنا بنشوفه في الأسواق حاليا او حتى في الصور اللي على النت. بعد كده، ايه هي الفرق ما بين أنواع الخلايا الشمسية وأجيالها؟ في عندنا حاجة اسمها أجيال وحاجة اسمها أنواع. كل جيل بيحتوي على مجموعة من الأنواع. ايه بقى الفرق أصلا من كلمة جيل ومن كلمة نوع؟ وبعدين هنشرح بقى بالتفصيل الأجيال المختلفة دي كلها ايه، والأنواع المختلفة دي كلها ايه. بعد كده هنشوف حسابات الكفاءة للخلايا الشمسية، ودي تعتبر من الحاجات اللي في منها بتحصل في المعمل العادي، ولكن طبعا بيئة المعمل بتبقى مختلفة عن بيئة الحياة الواقعية. فعشان هم يحلوا المشكلة دي عملوا حاجة اسمها المحايك الشمسي، وده برضو بيستخدموه عشان يحسبوا بيه كفاءة الخلايا الشمسية، ولكن ان هم بيحاكوا كأن هو موجود الخلية دي في الطبيعة او البيئة الطبيعية وانها معرضة للشمس، وبيشوفوا الكفاءة بتاعتها بقت كام، بتتأثر بنسبة قد ايه. شكرا جزيلا ليكم، واتمنى انتم تستمتعوا في الكورس معانا، واكيد احنا في انتظار اي اسئلة ليكم في اي وقت. وشكرا جزيلا.